للأسف ليساعد الإرهابيين أيضا على القيام بأعمال الإرهابية هو حملات التهويل والتخويف. أنا آسف أقول بعض في مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بنشر إشاعات كاذبة، حملات تهويل، حملات تخويف للمواطنين والأجهزة الأمنية، بعضها مقصود قطعا، بعضها مخترق من قبل الإرهابيين. أنا أدعو الكل أن يمارس الضبط ويمارس بدورة أي واحد مدون أو كاتب من المواطنين أو من الإعلاميين على شبكة التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، لما تجي المعلومة عليه أن يسأل نفسه أولا من أين جاءت هذه المعلومة، هل هو مصدر موثوق، مصدر مدقق بهالمعلومة، لو هو أيضا معبرها إلى بلا تدقيق. هذا أمر مهم، لأن هناك حملات تخويف وإرعاب للمواطنين وللأجهزة الأمنية من قبل الإرهاب. هناك للأسف جماعات أخرى عندها قصر نظر وبعضها تدخل في خانة الخيانة، يحاول أن يضعف الأجهزة الأمنية حتى يحقق انتصار سياسي بهذه الطريقة، كما فعلوا بالضبط بدخول داعش العراق.